زين ابو عبد الله، ابو عبد الله حيا الله ابو عبد الله تفضل. يعني انت تحاج بكتبنا زين وحديثنا، يتكلم لنا عن المهدي مال السنه، تكلم عن المهدي مال السنه تفضل. ايه المهدي السنه يخرج اخر الزمان الله سبحانه. شلون نعرفه؟ كيف نعرف انه هذا المهدي؟ كيف نعرف ان هذا هو المهدي؟ كيف نعرف ان هذا، كيف نعرف انه هذا المهدي دون غيره؟ كيف تعرف انت، انت انت الان كيف تعرف انت كسني؟ الله اكبر يا رب يا ابن عمي، كيف نعرف هذا السني المهدي السني دون غيره؟ تطمئن له النفوس، تطمئن له النفوس. شنو تطمئن؟ اسمه محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله بعد ما يصير الجر والناس. طيب شكرا لك. يقول هذا الاخ يقول تطمئن له النفوس. طيب المسيح يا امي تطمئن النفوس للبابا مالته، البوذي تطمئن النفوس. الله وكيلك جيب لك بوذي الآن يقول لك أنا نفسي مطمئن. فالعلة في معرفة أنه هذا المهدي هو واحد تطمئن نفسه. بالله عليكم هذا دليل؟ يا أهل السنة، يا أهل السنة بالله عليكم أقول له كيف تعرف هذا المهدي؟ يقول لي نفسي تطمئن. هي شنو نفسية؟ حبيات جوع بسيلة. هل نفسك تطمئن لمحمد بن سلمان الآن؟ ممكن تسأل هذا السؤال؟ على يا حال، على يا حال، على يا حال. تفضل أخونا قاسم جبر. قاسم جبر تفضل. عاد نعم قاسم، الله يحفظك إن شاء الله ويعطيك العافية. الله يبارك فيك. السلام موصول إلى جزاك الله خير. جزا مولانا حمد سليمان رحم الله والديك زين العابدين. قبل شوية كان على البث على التيك توك كان ما أريد يا أخواني الله يرضى عليكم. لا إله إلا الله أخواني. أنا شنو دخلي بالآخرين أخواني؟ ممنوع أي واحد يذكر اسم في البرنامج، ما أريد أي اسم، ما له علاقة. إحنا عندنا برنامج هنا اللي يريد يتكلم معانا يعني والله بلوي. كل واحد يجيني فلان قال كذا وفلان قال كذا. تفضل أخونا من العراق تفضل. من العراق اللي رقمك 8 مئة مرة أقولهم لا تذكرون أسماء، ما لنا علاقة. مئة مرة أنا أكرر هذه المسألة. تفضل أخونا من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هو يروح يسوي لل يدعم البث مالته. طب أنت روح ادعم أخوتك، تروح على الباقين شنو؟ والله عجيبة. تفضل أخونا تفضل. الواحد يقول هذا الشخص يتكلم عن يقول الإمام المهدي إنه نسول نبي عيسى. نعم. في كتاب الأستاذ كتاب صحيح الاعتقاد ووضع على أهل الشرفة للحال. نعم. صالح السوزاني. نعم. ظهور المهدي علي بن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تنقض الأيام ولا يذهب الدهر حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطى اسمه واسمه. طيب أحمد شكرا لكم مولانا الله يرحم والديك جزاك الله خير. واسم النادي عجوع قال العلامة وفد كثرة الأقوال في الإمام المهدي حجي. لا مهدي إلا عيسى. شكرا لكم مولانا بارك الله بك رحم الله والديك شكرا لكم. تفضل أبو سلطان. أبو سلطان تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. هلا أبو سلطان تفضل. كيف حالك يا حاج وعد عساك طيب. حياك الله تفضل. كيف نعرف مهدي السنة؟ والله يا حاج وعد بعد التمحيص والتفحيص وقرابة 200 حلقة كيف نعرف مهدي السنة؟ كيف نعرف مهدي السنة؟ تريد التلاقف الهرج ملاقفة معناته خلاص خذ واحد غيري. خليني أحكي يا رجل لسه ما قلت. يا أخي يا أبو سلطان يا أبا سلطان الله يرضى عليك عندنا سؤال إنه هو المهدي المنتظر بين الشيعة والسنة. نحن نحكي عن المهدي عليه السلام شيعة، نحكي عن الإمام سلام الله.
انتم عندكم المهدي شخص اخر بزعمكم، الناس تريد تعرف، لان انتم قلتم منكر المهدي كافر، فالناس تريد ما تكون كفار، تريد تكون مؤمنين. والشغلة اللي تفرق بين الكفر والإيمان شغلة مهمة، يعني واحد يآمن بالنبي، إذا ما يآمن بالنبي كافر، فالنبي مهم، لأن يجب أن يؤمن بالنبي مثل ما تآمن بالنبي تآمن بالمهدي عليهما السلام. شلون أعرف هذا المهدي؟ هو شلون يعرف نفسه؟ أنتم تقولون يصلح الله في له، دحرك نفسك شوي، حركوا نفسكم دي شوية، تكلموا عن عقيدتكم. تفضل حاج وعد. ايه يا رجل، انت قاعد تقول لي المهدي ابن حسن العسكري، اذا اسم ما لك علاقة، ما لك علاقة. يا الله، يا ابن العم، يا اخواني، هيك عقيدتكم هشة لك بابا، ما لك علاقة بالشيعة الان. احنا نقول لك مهدي السنة، اتركنا ابن الحسن العسكري عليهما السلام، ابن كذا اسم امه مو معروف، ودي تجيب لي اسم ابو هريره. ابو هريره ما تعرف اسمه. الله الان شوف، لو الزمك الزام، بس ما اريد اخرج الموضوع، انتم تقول لي 120 الف صحابي، انت تعرف الصحابه اسماء ابائهم وامهاتهم؟ 120 الف يعني ذبح نفسه ابن حجر وكل علمائك، كل اللي وصلوا لهم هم 25 ألف، كل اللي وصلوا لهم، وثلاثة أرباعهم اسم أمهم ما يعرفوا. لا والله، شو دعوة ثلاثة، والله أنا بطران. 90% من أسماء أمهاتهم ما تعرف. إذا تقول لا، الآن أمسك كتاب الإصابة وأقرأ لك شخص وأقول لك جيب لي اسم أمه، لاحظت؟ تعرف أسماء أمهات الأنبياء؟ أنت أساساً تعرف أساساً أسماء الأنبياء؟ فاحنا ما نريد نخوض في هذا الموضوع، ولا ورطك انت ما تعتقد انه مثل البثوث الباقي. الان نترك كل شيء، انت سني كما تدعي، وما انت سني، انت سني كما، بس شو نسوي يعني؟ انتم اخذتم اسم السنه، نقولكم سنه، لان شو نسوي؟ واحد سمى اسمه علي حسن المجيد أو حسين كامل ويضرب الحسين عليه، شو يسوي؟ اسمه حسين، شو يسوي له يعني؟ هو يضرب الحسين عليه السلام. واحد اسمه حسين ويكره الإمام الحسين عليه، شو نسوي؟ بس اسمه بالجنسي، أنت اسمك سني، تلينا بيكم. اتفضل أخونا الآن، اتكلمنا كيف أنتم كسنة شيعة مافي، إجا فيروس شون كورونا، الله وكيلك فيروس مبرمج فقط يضرب الشيعة، وضرب الشيعة وكلهم ماتوا، وجاك واحد سألك قال لك يا شيخنا الحبيب أبو سلطان، إحنا كسنة كيف نعرف إنه هذا مهدينا؟ الجواب غرد، تفضل. الجواب أنتم اختلافكم إنه يصلحه الله في ليلة، كلمة يصلحه الله في ليلة أي يعني هيئة الله مثل ما هيئ محمد رسول الله قبل النبوة 40 عاما ثم أرسل عليه النبوة، وهذا كذلك يعني كم المدة؟ كم المدة؟ كم المدة يهيئه؟ المدة هي عندما ترى الدنيا أصبح فيها الظلم والجوع. لا لا، كم المدة هو يهيئ المهدي؟ المهدي هذا اللي تقول النبي هيئه لمدة 40 عام، المهدي كم المدة هيئة؟ احنا ما بنينا عليه عقيدة ودين حتى اعرف. هم هرب، عكسكم يا حدا، هم هرب. احنا عكس بابا، انت مو قلت مثل النبي يا ابا سلطان، انت مو قلت هو مثل النبي. يصلحه الله، يصلحه الله في ليلة، يعني ليلة لحظة، ليلة ولا سنة بابا؟ ليلة، ليلة ولا سنة ولا يوم ولا شهر؟ هذا مهدي. الله من يهيئه بليلة واحدة، بسنة، بست شهور، 40 سنة؟ دي جاوبني، شلون يتهيئ؟ طيب خلي، طيب انطيني فرزة بس خليني أحكي. يهيئه الله عندما يهيئه الله مثل ما أنتم تعتقدون أنه عندكم المهدي. اتركنا أنتم، هم رجعت أنت التشبيك، أنت تتفهمني بابا؟ الشيعة كلهم ماتوا. الآن السؤال إلك، تركني أنتم، هاي كلمة أنتم تتركها. الآن الدور إلك، أنت أفخر بعقيدتك، أنا أقول لك احكي على الشيعة، إذا الآن تعترف أنه عقيدتك عار
أنت تشعر بالعار، إذا تشعر بالعار تقول والله أنا عقيدتي في المهدي عار، الوحيد الصحيح هم الشيعة. تعال تفضل، احنا نحكي على، اتكلم لك منا لحد ما ينتهي البرنامج عن عقيدة المهدي عند الشيعة، ما عندي مشكلة. انا امسك هذا الكتاب او هذا الكتاب امسكه واقرأ عن الامام المهدي عليه السلام روايات، مو كلام مني، فقط روايات اقرأ، الله وكيلك يشهد الله، اقرأ فقط روايات، لان انا ارفع راسي بمحمد وآل محمد. اتركنا لا تقول انتم ولا وعد ولا أحمد ولا ميثم ولا أي واحد، أريد خالص مداخلتك سني سني فقط. أنت كسني تفخر تقول أن المهدي يعد ويخرجه الله، كم مدة الإعداد؟ تفضل. عن جابر ابن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعال صلي لنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء. تكرمة الله على هذه الأمة. وعند الإمام أحمد من حديث جابر أيضا فإذا هم عيسى بن مريم فتقام الصلاة فيقال له تقدم يا روح الله، فيقول ليتقدم إمامكم فليصلي. يعني المهدي هو الإمام. يعني المهدي هو الإمام. طيب ومن يصلي وراء؟ المهدي أفضل من عمر وأفضل من أبو بكر بفضيلة إنه يصلي إماما بنبي من أنبياء الله على وهو زين. يعني النبي فضيلة. لحظة لحظة أخونا أبو سلطان، الآن بديت تدخل بالموضوع الحمد لله بعد جملة من الحلقة. الآن يعني النبي وراء والمهدي أمام، يعني النبي هو الذي يأتم بالمهدي، يعني المهدي هو القدوة صح؟ نعم أحسنت، المهدي والقدوة. تفضل أبو سيد ميثم لو أبو باقر تفضل. هذا اعتراف أنه سمعتم يا أخواني بعد جهد جهيد يبس حلقي يقول أنه المهدي هو، سمعتم يا سنة، اعتراف الشيخ فاضل أبو سلطان أن النبي يتخذ المهدي هو القدوة. يعني لما يجي الشيعي نعم هدوء راح أعطيك دور، خليت أنا مو سمعتك. طيب إذن يا أخواني سمعتم، هاي هذا قرأ من كتبكم أن المهدي يعني النبي، قدوة النبي هو إمام من الأئمة الاثنى عشر، لأن الإمام المهدي ليس إمامكم، إمامكم غير إمامنا، ماشي ما إمامنا محمد لك بابا مضربة فيروس، فهمنا الشيعة ضربة فيروس مو إمامنا، أنتوا نحكي عن إمامكم الثاني عشر. يعني ابن عثيمين يقول المهدي، هذا ابن كثير، شوف هذا ابن كثير، شوف اخواني يقول المهدي منهم، اذا تريد اقرا لك الان. اترك الان، اتركنا من الشيعة. اذا الامام الثاني عشر يا سنة ومن كتبكم وباعتراف شيخكم العالم الجليل ابو سلطان ان الامام الثاني عشر هو قدوة للنبي، يعني النبي يتبع الامام الثاني عشر. تفضل سيدنا. طيب اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حجين العزة، احنا سألنا أسئلة، يعني هذا الشخص الذي هو عندهم أفضل من أبو بكر، الآن ظهر أنه أفضل من أبو بكر وأفضل من عمر بن الخطاب، هذا الشخص يا أخوان هل يعرف نفسه أنه أفضل من أبو بكر ومن عمر؟ هو نفسه، هو يعرف أنه هو أفضل من أبو بكر ومن عمر؟ شو وقت زين. اليوم ولا باكر ولا غدا؟ اليوم ما يصير. لا يا سيدي انا اليوم ما اعرف مهدي، الله يصلحني بليله، باكر اعرف انا افضل من، يعني اليوم عمر وابو بكر افضل مني، باكر من اصير بكره، باكر يعني بالعراق اخوان، غدا من اصير مهدي يصير ابو بكر، انا افضل من ابو بكر، يعني اليوم انا وراهم، باكر اصير قدامهم. اللي أفضل من أبو بكر وعمر يقتضي أنه أفضل منهم في التقوى والقرب من الله تبارك وتعالى، وأفضل منهم علما عندهم. أبو بكر أعلم الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله، وعمر أعطي 9 أعشار العلم كما يقول ابن تيمية. زين هذا المهدي
الذي هو أعلم وأفضل من أبو بكر وعمر؟ وين تعلم؟ أين تعلم؟ من معلمه؟ في أي مكان تعلم؟ من أين تلقى هذا العلم وهذا الفضل؟ من أين تلقاه؟ أي هذا العلم اللي تعلم المهدي اللي هو أكثر من علم عمر، من أين تلقاه؟ تفضل. التفضيل هنا، أنا عندما قلت المهدي أفضل من أبا بكر، ليس أفضل من أبا بكر علما، بل أفضل منه لأنه جعله الله علامة من علامات الآخرة، وسيحل السلام والأمن والإطمئنان. لا ليش أفضل إذا مو بالعلم؟ بماذا أفضل؟ لا هو أنه جعله الله علامة من علامات الساعة. أبو سلطان يعني عجل بس مقاطعة صغيرة، لا ينسى هذا المتكلم، أنا ما أنادي باسمه، لا يستحق كلام ذاك أبو محمد اللي يقول إنه هو محمد بن سلمان هو الإمام راح يكون، خلي جاوبنا عليه. المهم الآن شوف أبو باكر هو يقول إنه المهدي أفضل من أبو بكر، مو مسألة علم وتقوى وهاي، لا، لأنه علامة من علامات الآخرة. إذن الدجال أفضل من أبو بكر لأنه الدجال من علامات الآخرة، ماذا تقول؟ والجس ياسر حيوان. الحيوان يا سيدي، الدجال عكس، الدجال عكس، الدجال آية من آيات الآخرة ولكن آية فتنة. المهدي آية. أخي أنت ما حددت، قلت لأنه علامة من علامات الآخرة. لا، علامة من علامات الآخرة. ما هذا الفكر؟ علامة من علامات الآخرة. أفضل من أبو بكر. ليش هذا الكلام سيد ميثم؟ أفضل النبي أفضل من أبا بكر لأنه النبي عيسى يصلي خلفه ويصلي إماما في في في. إذن إخواني هنالك علامة ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن، وأنتم دائما تنبزون على الشيعة، وأنا من باب التنزل لكم والإلزام لكم أيضا أسلم لكم. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، هاي من علامة دابة أفضل من أبو بكر لأنها من علامات الآخرة. هاي الدابة اللي تكلم الناس أفضل من أبو بكر. أنتم تقولون دابة والعياذ بالله حيوان، بالعكس هي الدابة كل ما دب على الأرض. إذن الدابة أفضل من أبو بكر إخواني لأنه من علامات الآخرة ومن آيات الله كما قال هو. صح؟ تورط هو ما يقدر يجاوب. ها ماذا تقول؟ حجي سأل السؤال ليلة البارحة وهذا سؤال مفصلي، سؤال مفصلي. المهدي يا أخوان خليفة، والله أنا راح أموت من هذا، ما أريد واحد يجاوبني. خليفة أي خليفة؟ من خليفة؟ من خليفة؟ للخلفاء العثمانيين، لبني العباس، لبني أمية، لأبي بكر، لعمر، ها خليفة لرسول الله؟ خليفة من يا أبو سلطان؟ جاوبني، خليفة من؟ أعطني يا سيد ميثم، أعطني دليلا أو أعطني نصا أو رواية أو حديثا في بطون كتبنا إن هناك أحد من علماء ما قال المهدي في وقته سيكون خليفة. أتحداك. كل علماء قالوا، مو كل علماء قالوا في النص. ليش تتحدى؟ ها لا آيات الآخرة لا تتحدى ولا هذا من كثير. لحظة سيدنا، هذا كتاب ابن كثير إخواني، لا يتحدى ولا هم على شنو؟ أعطني وأعطني بس. هذا كتاب ابن كثير أمامكم، كتاب ابن كثير، وأنا هنا المجلد الثالث دار القاهرة، دار القاهرة. لحظة أبو باقر راح أخذ منك هذا، ندري بك تجيب كتاب زين. شوف إخواني هذا أمامكم الكتاب، الله يبارك بكم ويحميكم. ماذا قال؟ قال كلهم من قريش، وهذا لفظ مسلم يعني صحيح مسلم. يعني الآن أنا أقرأ لكم كأنما من صحيح مسلم، لأن هو ابن كثير ينقل. يقول وهم الخلفاء الأربعة. هم شنو؟ لحظة أسا شلون أسا أنا مسوي بالأصفر، يعني أسوي بيش بالأحمر الخضر أبو السلطان. هاي إخواني هم الخلفاء، خلفاء ولا إيش؟ قال أمامكم هذه الكلمة شنو إخواني؟ يقول ما يسموها خلفاء، هاي شنو الكلمة؟ هم الخلفاء الأربعة. ثم من بعدهم؟ هو الآن يعدد الخلفاء، من خليفة؟ 12 خليفة، خليفة، خليفة. سمعت ولا ما سمعت؟ خليفة خلفاء.
ثم قال: من هم المهدي المبشر به بالأحاديث الواردة؟ يلا هذا وضع لك يا بالأصفر، من هم المهدي؟ خليفة، خلفاء، من هم المهدي؟ على شنو تتحدى؟ الله يرضى عليك، يلا جاوب. حجي هذا يا حاج وعد، يا حاج ابو سلطان، ابو سلطان حجي هذا على الشاشه دقيقه، ما يكمل اصبر، خل اقرا لك هذا الحديث، اصبر. هذا المستدرك على الصحيحين بتصحيح الذهبي تلميذ الالباني، يقول: على شرط البخاري ومسلم، على شرط البخاري ومسلم، يقول هذا لا عثيمين ولا ابن باز، قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود قبل المشرق فيقاتلونكم قتالا لم يقاتله قوم قبل المشرق. إيران هي السبب، لم يقاتله قوم. ثم ذكر شيئا فقال: إذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي. يقول: على شرط البخاري ومسلم، خليفة الله. اخواني شنو معنى خليفة الله؟ هم ما عندهم خليفة الله، هم عندهم الآن لو تسألونهم شنو أبو بكر يقول لك خليفة رسول الله، شنو عمر خليفة رسول الله، شنو عثمان السلام عليك يا خليفة رسول الله، ما عندهم خليفة الله. خليفة الله هذا عند الشيعة فقط، احنا أئمتنا عليهم السلام نقول بأنهم خلفاء الله في أرضه، أولهم علي بن أبي طالب عليه السلام وآخرهم المهدي. ليش أسألهم خليفة من؟ لأن ما يستطيعون يجاوبون. شي يقول لك؟ يقول لك خليفة أبو بكر، طيب خليفة رسول الله، طب أبو بكر وين؟ يقول لك خليفة عثمان، طيب معاوية وين؟ يقول لك خليفة مروان، شي يقول لك؟ المهدي يصير خليفة مروان يا أخواني؟ بالله عليكم، المهدي يصير خليفة عبد الملك الذي ضرب الكعبة بالمنجليق؟ المهدي خليفة يزيد؟ المهدي خليفة المعتصم العباسي؟ المهدي خليفة من؟ خليفة مروان الحمار الملقب بالحمار من خلفاء بني أمية؟ خليفة من؟ الوليد الفاسق، ها، الذي كان ما أعرف شنو أقول به، يعني فيه ما فيه مأبون بهذا اللفظ. زين، خليفة يزيد بن معاوية قاتل الحسين ضارب الكعبة بالمنجني، خليفة من؟ هذا سؤالكم ظهروا، خليفة من أجيبه؟ خليفة من المهدي من هؤلاء الخلفاء؟ لابد أن هؤلاء هنالك سلسلة ممتدة، ويكون المهدي خليفة لخليفة قد سبقه. من الخليفة الذي سبقه ويكون المهدي هو خليفة الله؟ ما في جواب. المهدي خليفة الله. زين، خليفة الله وين راح أبو بكر؟ حجي وين راح أبو بكر؟ خليفة الله هذا بالمباشر. زين، وين راح عمر؟ وين عثمان؟ ها، وين راحوا؟ خلي جابوك ثم اعود للي ابي باقر والاخ ابو السلطان. ابو باقر اعتقد عنده مصدر يدي يقرا. تفضل اخونا من العراق، اول شيء من العراق.